خدموا في الملايين ديال الميكروبات يوميا، واللبسه اللي تلبسوا نعم راه ما كافيناش جوج العام. واش انت كدي معاك اللبسه كديها للدار كتمرض انت وكتمرض معاك ولادك؟ راه ماشي غير حنا اللي كنمرضوا كعمه، راه حتى ولادنا تيمرضوا معانا. هذيك اللبسه كيخص يكون شروط، تكون لبسه اولا في المستوى، والحذاء يكون في المستوى، وتكون تكون عندنا جوج ديال اللبسات ولا ثلاثه اللي غادي يبدا العامل يبدل بهم. غتقول لي حكا دابا اش كتقال؟ كيقولوا راه كيبيعوهم راه كيديروا. شوف نعطي الحقوق ونطبق الاجراءات القانونيه تكون صارمه. نعطي للناس ما كندوشوش، ما عندناش واش كتعرف ما عندناش فين ندوشو. الاغلبيه ديال العمال راه كيطلب الناس الجيران اللي خدام عندهم في الحومه يعطيوه باش يغسل يديه. ما كاينش دوشات فين الناس تدوش. كيجي الخدام مع 6 الصباح كيبدا خدام حتى كيسالي خدمته، كيمشي لدارو بوسخو بميكروبات ديالو وزيدو يدوش في الدار، وكنعرف شحال كيتخلص. واش هاد الخدامه يوميا غيبدا يخسر شي حمام؟ شحال كيتخلصوا هاد الناس؟ السميك وعنده 250 درهم ديال البريم. يعني الصالير كامل المخير تيوصل 3000 درهم. نعم 2800 2700 حتى 3000 درهم. شحال ديال السوايع هادو لي بارايو؟ شحال كيخدموا هاد الناس؟ 44 ساعه في الاسبوع المده القانونيه ديال الشغل، سبعه السوايع وسميتو عليه 44 ساعه في الاسبوع. هذا الوضع الاجتماعي. نعم ملي كنقولوا 2700 درهم ولا 2800 درهم، غادي تكري منها وتخلص منها الضو، تقري بها الوليدات، تاكل بها، تشرب بها، تلبس بها، تعيد بها، اش غدير بها؟ كنضطروا راه المسؤولين اللي دفعوا هاد العمال يسعاو بالعربيه. راه العمال ديالنا كنشكروا الساكنه البيضاويه اللي كيتفهموا الوضع ديالنا وكيحلقوا معنا شويه شويه. كل ما كانش داكشي راه علم الله.